أعزائي تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد وقصة Don't Open the Bottle. Don't Open the Bottle، تحذير. العنوان القصة عبارة عن تحذير: لا تفتح الزجاجة، لا تفتح الزجاجة. Don't Open the Bottle. بس قبل ما نبدأ في القصة عايز أقول لكم إنه في سنة 1882 في واحد اسمه روبرت لويس بريطاني نشر لأول مرة مجموعة من القصص وكتاب سماه Arabian Nights، الليالي العربية، وده جمع فيه مجموعة من الحكايات زي ألف ليلة وليلة. حدوت النهاردة اللي هنبدأها قصة منهم اسمها Don't Open the Bottle. هتلاحظوا في القصص دي أسماء عربية: عبد الله وعلاء الدين، وأكيد أنتوا عارفين بعض الحكايات دي. Don't Open the Bottle، A Story from the Arabian Nights، قصة من الكتاب ده اللي ألفه ونشره روبرت لويس. Once upon a time, long long ago, there was a poor man called Abdullah. دايما لما بتبدأ قصص في اللغة العربية بيقول كان يا مكان، في مرة من المرات، في قديم الزمان. نفس الحدوتة عندنا في الإنجليش، بنبدأ Once upon a time, long long ago، ذات مرة منذ قديم الزمان. There was a young, a poor man. There was a poor man. كان هناك رجل فقير called Abdullah. Called هنا في حد سألني منكم معناها إيه يا مستر لما اديتكم أسئلة، دي معناها يسمى، اسمه يسمى أو يدعى عبد الله. Called Abdullah. ماله عبد الله ده، بيشتغل إيه؟ Who worked as a fisherman. يبقى شغلته fisherman، صياد، بيصيد سمك. Fisherman زي من كلمة fish، يبقى ده بيصيد سمك. Every morning he went. وانت هنا الماضي بتاع go، يبقى هو بيذهب او راح ل went out to the sea او to sea in his small boat، بيروح البحر في المركب بتاعه الصغير. تخلي بالكم دي هتيجي جمل في اكمل complete، وهشيل كلمه مره boat ومره اشيل كلمه sea، فلازم نفهم القصه. لو فاهمينها هنحل اي سؤال. He threw his fishing net. He threw his fishing net. بيرمي شبكة الصيد over the sea and شيلدي and in his small boat. He threw his fishing net over the sea and tried to catch fish. بيحاول يصيد بالايه، بالنت دي، بيحاول يصيد fish. When he caught، الماضي بتاع catch، لما بيصيد سمك كتير lots of fish، بيعمل ايه؟ he took، وtook هنا الماضي بتاع take، some of the fish home. بياخد شوية من السمك للبيت. for mean، for his family، لأهله، لعيلته، لأسرته، عشان يأكله. and he sold، الماضي بتاع sell، يبيع. هنا sold باع. The rest in the market، بيبيع. The rest هنا معناها باقي السمك، بيبيع باقي السمك فين؟ في in the market، في السوق. طيب يريد in the market in the afternoon، بعد الظهر. in the afternoon، يريد نركز على الكلمات اللي أنا أحط لكم تحتيها خط. Fisherman وطبعا يا رب الخط يشتغل معي. بس Fisherman
وكمان سبوت فيشينج نت his home, his family sold the rest in the market. دي الكلمات اللي ممكن تيجي لكم في أسئلة أكمل، وإن شاء الله حط لكم مجموعة من الأسئلة مع كل صفحة هناخدها، هنلاقوا فيه 5 أسئلة معظمها complete، واللي هيقرأ ويفهم الصفحة كويس هيعرف يحل التمارين كويس. إلى اللقاء مع صفحة تانية من قصتنا Don't open the bottle.